أنا، وبما أنني الآن رئيس الجند الذي عينه الغازي أرطغرل بحضور جميع السادة وموافقتهم. أعلن أن السيد عثمان بمعارضته لأمري قد عرض حياة الأسرى للخطر، ولهذا عندما يعود سيتم اعتقاله. سابجي، لا تتسرع باتخاذ القرار. ماذا إن جلب أسرانا سالمين معافين وعاد؟ هل ستضع الأغلال لأخيك عندها؟ سيد غوندوز، هذا هو أمر العرف وليس أمر رفقة وأخوة. سلمت يا سيد سافجي، سلمت، لكن لا تنسى عثمان بمعارضته لأمرك قد أنقذ حياتك. وهل هذا يبرر له أن يعصي أوامري دائما؟ هل أصبحت قائد الجند ليفعل ما يشاء؟ سيد سافجي، سيد سافجي، بينما سيدنا لا يستطيع إصدار أمر الآن، لا تتخذ قرارا ثقيلا كهذا، فهذا القرار يتخذ بالأصالة وليس بالوكالة. وقيادة الجنود ليست في مقام الوكالة حتى. ليتك قلت هذا الكلام للسيد عثمان أيضا، لأنه يتصرف كسيد الكاي. يتصرف هكذا لأنه بكل حركة يثبت أنه يستحق أن يكون سيد الكاي. أهلا يا زوجة عمي، لكن كما ترين أنا أتيت. سيدة سيلجان، لا تزيد الطين بلة، الوقت الآن هو وقت التحدث بكيفية استعادة القلعة. إذن في حرب روما العظمى مع الأتراك، أمستعد لخسارة أملك ولتركي وحيدا في هذه القضية يا فلاتيوس؟ هل أنت مستعد لمحو مستقبل روما من أجل كبريائك؟ الرومانيون يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا لأن روما كانت قوية، لأنهم حتى وإن ماتوا فهم يعلمون بأن روما سوف تبقى صامدة. الرومانيون صمدوا بفضل هذا الكبرياء فقط. إن فكرت بعقلك فستصبح أقوى، وإن امتلكت القوة ستفتخر بنفسك. روما ستصبح أقوى يا فلاتيوس، روما ستصبح أقوى، ونحن في ذلك الوقت سيكون لدينا الحق لنشعر بالفخر. لا أستطيع العيش هكذا. سوف تعيش. كما وقفت أمام إهانات جيغاتو ستقف الآن وسوف تصمد وتتحمل هذا. فلاتيوس، اقتلني. يا
هل تريد الموت؟ اقتلني. أخبرني ما سيقتل قتلة والدك. من سيقتلهم؟ من سيأخذ انتقام والدك؟ قتلة والدك أحياء وأنت تريد الانتحار؟